شكرا. انا الاسم ديالي محمد البوشي، السن ديالي 23 سنه، كندير الكشفيه مغربيه، حاليا ندير واحد التور في المغرب. بديت من طنجه، معاون ان شاء الله مشيت لمدينه القويره، وصلت دابا حاليا لمدينه الدار البيضاء. حاليا دابا ضربت 740 منطقه، وكاع المناطق اللي كندوز عندي خلاص واحد الروجيستر، كندوز هكا القيادات، جماعات، بشويات، عمالات، بلديات، كيطبعوا لي في هذاك الروجيستر بانني انا وصلت لهذيك المنطقه، وهذاك الكاشي كدليل بانني انا وصلت لهذيك المنطقه. دابا وصلت لمدينه الدار البيضاء، بالضبط الحي محمدي، المقاطعه ديال التقدم. دخلت تما كاين عند سيد القيد، الاسم ديالو عبد الله. دخلت لعندو قلت الله يخليك سيدي، انا راه كندير الكشفيه، والكشفيه راه معترف بها. سيدنا الله ينصرو، الله يرحمو محمد الخامس والحسن الثاني الله يرحمو، حتى هو كانوا في كشفيه مغربيه. قلت له ودي انا راه كندير الكشفيه، بغيت دير لي واحد الكاشي كونك ورا انا وصلت لعندك لهاد المنطقه هادي. خنزر فيا السيد، قال لي لاكارت ناسيونال ديالك. قلت له مرحبا. عطيتو البطاقه الوطنيه ديالي، بقى كيشوف فيا داكشي، كيشوف لاكارت. قال لي واخا تسنى، بقيت مريح حدا تما. كاين هز التليفون ديالو الخاص، عيط للناس ديال الامن، قال لهم ودي واحد السيد بغيتكم تبوانتيوه ليا. قال لهم راه جا عندي، قال لك ودي انا كندير الكشفيه بغيتكم تبوانتيوه ليا. قال لي عندك يمشي ولا شي حاجه؟ كنسمع فيه كيقول لهم لا، ها هو معايا، هو تحت المراقبه، ها هو معايا. عطاهم النيميرو ديال لاكارت ديالي، عيط للمخزني، قال لي ودي، قال لي هبط هاد السيد هذا ويبقى تحت المراقبه تنعيط لكم. هبطت مع المخزني، بقيت مريح معاه لتحت شويه، عاود ثاني عاود عيط لهم. طلعت عنده، ملي طلعوني عنده قال لي دابا شنو غادي ندير معاك؟ كيفاش شنو غادي دير معايا؟ انا راه جيت عندك باش تكاشي ليا. قال لي انا راه غادي نقدمك. قلت له ودي باش غادي تقدمني؟ قلت له واش انا كنبيع الحشيش، كنبيع القرقوبي، كنبيع الكيف، قاتل، سارق؟ قلت له باش غتقدمني؟ قلت له انا بغيت نعرف الا كنت دير شي جريمه، دير شي حاجه، نعرف راسي علاش وانا قابل نتعاقب عليها. عاوتاني عاود صونا على داك المخزني، قال لي هبطوا. هبطت مع داك المخزني، بقيت مريح معاه، عاوتاني عاود عيط لهم، طلعوني عاوتاني عنده. ملي طلعت عنده قال لي لقيت بركي مع جوج ديال الناس سيفيل. هذاك السيد اللي جابني قال لي ودي هادو راه كوميسيرات، هما سيفيل بلا توني. واحد فيهم حط حداه الراديو. دخلت السلام عليكم، وقفت بحال ما هكا. قال لي دابا انا شنو غندير معاك؟ قلت لي انت من الصباح وانت كتقول لي انا اش غندير معاك، انا اش غندير معاك، انا اش غندير معاك. بغيت نعرف الا كدير شي حاجه، شي جريمه ولا شي حاجه، ناخذ العقوبات ديالي وزيدوا الناس ديال الكشفيه، الناس كيخرجوا لنا سالمين الحمد لله. دزنا براجات، دزنا عند قياد، دزنا عند بشاوات، دزنا عند رؤساء ديال الجماعات، عند كتاب عام ديال الجماعات، كلهم طبعوا لينا، ما كايناش شي منطقه ما طبعوش لينا. قلت له ودي انا بغيت نعرف اشنو داير. قال لي ودي انا غندير لك التسول، انت كتسعى بهاد المهنه هادي كتسعى بها. قلت ليه ها انت هز هذاك الروجيستر ياك. قلت له عيط، قلت ليه القيد اللي بغيتي في هذاك الروجيستر او الباشا اللي بغيتي وسولو الا قال لك انا كنسعى باسم الكشفيه. قلت ليه انا قابل ندير انا كورده نقج بها راسي. صافي شاف لي بحال هكا وبدا كيضحك، قال لي سير 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 في حالاتك، سير في حالاتك. هز هذاك الروجيستر ورماه في واحد القنت، هذاك الروجيستر فيه التصاور ديال سيدنا. باش من حق هذا القيد هذا غياخذ لي الروجيستر ديالي والبادج ديالي؟ انا بغيت الناس ديال السلطه، الناس المسؤولين ياخذوا لي حقي من هذا السيد هذا.